محتاج اعمل ايه تاني؟ الدور التاني قعد الدكتور فواز. انا كده وصلت الاسعاف لغايه المصاب الموجود مرجع بقى. ده العنوان بالتفصيل. طب الاسعاف ممكن يسالني حاجه كمان؟ في سؤال مهم لازم اساله. عدد المصابين قد ايه؟ بنشوف ايه كام عربية؟ بالظبط. احنا عندنا احنا يعني في العالم كله عربية الاسعاف بتشيل واحد. عندنا هنا في مصر عملنا تعديل كده اللي هي بقت بتشيل اثنين. واحد نايم وواحد قاعد على الكرسي. والنسخ اللي هو واقف بتبقى واقف في عربية الاسعاف. تخيل حضرتك عندك حادثة كبيرة بقى عربيتين ثلاثة بتشوف في بعض. الجهاز ده عندنا هنا في مصر بيتكلم باللغة العربية. يعني سهل جدا أي حد يتعامل معاه. وابتدي يدي انستراكشنز كده في الأول. لو سمحت أول ما تفتح الجهاز لو سمحت افتح أو شيل هدوم المصاب، الزق لزقات على جسم المصاب، وابتدي يقول لك تعمل إيه بالظبط. فالموضوع سهل جدا جدا جدا. طبعا حضرتك تقدر تديني الناس تعرف المعلومات أكتر عليه. ده يعني كريم حضرتك ممكن تحضروا معانا الكورس بتاعنا ثلاث أيام عشان نتكلم عليه باستفاضة ونشتغل بيه بإيدينا كمان. طيب تعالوا نراجع إحنا مع بعض إحنا عملنا إيه دلوقتي؟ تشيك كورس، تشيك حصل إيه أول؟ أهم حاجة. المكان اهم حاجه. بعد كده احنا على مين؟ وعي المصاب. عاوز اعرف هو واعي ولا لا؟ لقيته فاقد الوعي. الخطوه اللي بعد كده فول قول لي 1 2 3 اسعاف. بعد كده بطلب من اي حد من حواليا يجيب لي جهاز المكان. هو الجهاز ده مع اي حد يعمل ايه؟ الجهاز ده مش مع اي حد. حد بتقول مع اي حد؟ هطلب من حد ان هو يدور لي عليه في اقرب مكان. هيكون ايه الاماكن الموجوده فيه؟ اي اماكن فيها تجمعات كبيره، اي مول كبير، اي اوتيل كبير، شركات المالتي ناشونال، شركات البترول، كل الاماكن دي موجوده فيها الجهاز. المطار طبعا في الجهاز ده ايه؟ ال اي اي في اوتوميتد اكسترنال ديفنس. اوتوميتد اكسترنال ديفنس.